السادة الأعضاء 13 حقيبة وزارية سماهم رئيس الجمهورية ووافق على تغيير وزرائهم مجلس النواب المصري في جلسة طارئة خلال إجازة انتهاء دور الانعقاد الثاني. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة. الرئيس المصري توافق على تغيير الحقائب الوزارية مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن أبرز الوزارات التي شهدت تغييرا التربية والتعليم والهجرة والصحة. البعض كان متصورا أن تعديلا كبيرا سيتم في المجموعة الاقتصادية، ولكن يبدو أن الأحوال المالية والأوضاع المالية بالتأكيد في الفترة الراهنة رأت أنه من الصعوبة إجراء تعديل واسع في المجموعة الاقتصادية الحالية، باعتبار أننا في أزمة اقتصادية راهنة وهناك من بذل جهد في هذا الملف. التعديل الوزاري شمل عدة وزارات الأكثر احتكاكا بالمواطن، وأكيد هيكون يعني أثارها طيب على المواطن المصري في الفترة القادمة بإذن الله. المواطنون في الشارع المصري ترقبوا الاجتماع الطارئ لمجلس النواب المصري، خصوصا وأنه يأتي في ظروف استثنائية، لكنهم ثمنوا على دور الدولة في إجراء بعض التغييرات. احنا بقى لنا أكتر من سنة ونص من غير وزير صحة، وفي مشاكل في التعليم جامدة، وصرخات أولياء أمور السنة اللي فاتت والسنة دي، وما زال كان مستمر في عمله السيد وزير التربية والتعليم رغم النتيجة الهزيلة اللي نزلت السنة دي بتاعت الثانوية العامة. أكيد التغيير والتعديل اللي بيتم بيجي بأفكار جديدة، بيجي بتطورات جديدة، أكيد البلد هتحتاج التطورات والتغييرات دي. أبرز التعديلات ديت وزير التعليم ده بصراحة خطوة كويسة، يعني إن هو اتشال بصراحة، يعني هو كان عنده تخبط كتير في القرارات. وتنتظر الوزراء الجدد ملفات عدة عقب بدئهم في مباشرة أعمالهم. أربعة تغييرات وزارية خلال 4 سنوات مضت شهدتها حكومة مدبولي. التغيير الأخير كان الأكثر من حيث عدد الوزراء، وسط ترقب للمواطنين بإحداث تغييرات جوهرية يشعرون بها مستقبلا. من أمام مقر مجلس النواب بالقاهرة، كريم الشيخ، الغد.